رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة وصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نبدأ على بركة الله الحلقة 32، و الحديث دار في الحلقة الماضية عن السجود 32 تحديدا. الحديث كان في الحلقة الماضية عن السجود، واجباته وسننه وصفته وكل ما يتعلق بالسجود، ولا زال الحديث مستمرا في هذه الحلقة على الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير، ثم سنتحدث عن التسليم. بداية يا شيخ، نريد الحديث عن حكم الجلسة بين السجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الحلقة الرابعة، ونختم بها الحديث بإذن الله عن صفة الصلاة. نعم. تحدثنا في القيام والركوع والقراءة والتكبيرات ثم الركوع وما يشرع فيه و ما يقال فيه وما يجب، ثم الرفع منه وما يقال عند في حال الرفع ما يجب وما يقال بعد الرفع، ثم ذكرنا أيضا أحكام السجود والصفة الواجبة في السجود وما يقال من واجب في السجود وما يستحب والصفات المستحبة في السجود. أنهينا الحديث عند هذا الموضع في صفة الصلاة، ثم بعد ذلك نتحدث الآن بعد السجود ماذا بعد السجدة الأولى ماذا يفعل. يكبر فيجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء صلاته، حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. ما هو الذكر الذي يقوله المسلم في الجلسة بين السجدتين؟ المشروع للمصلي أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، هكذا، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فيقولها مرتين، وهذا واجب على القول الأظهر خلافا للجمهور ومذهب الحنابلة، أن يقول هذا الذكر بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وجاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الألباني، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الوجب، الذكر الواجب أن يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، وإذا كرر ذلك أكثر من مرة فلا بأس، لكن الواجب أن يقوله مرة واحدة. ما هي هيئة الجلوس المسنونة بين السجدتين؟ الجلسة بين السجدتين يشرع له أن يفترش. نعم. أن يفترش، ومعنى الافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى فيجعل مقعدته عليها، فيجلس على رجله اليسرى وهي مفروشة، وينصب رجله اليمنى، هذا معنى الافتراش. فهذا هو المستحب في الجلسة بين السجدتين كما نشاهد في هذه الصورة، فهنا فرش رجله اليسرى وأمكن مقعدته
منها فجلس عليها ونصب رجله اليمنى، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح، يعني فرج حتى يرى وضع إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. رواه مسلم. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان. رواه مسلم. إذن هذه الصفة الأولى. طبعا ما يستحب في الجلوس بين السجدتين يستحب له صفتان: الصفة الأولى الافتراش، الصفة الثانية التي وردت في الجلسة بين السجدتين يسن له إحدى جلستين: الجلسة الأولى الافتراش، وقد ذكرنا صفتها. الصفة الثانية في الجلسة بين السجدتين الإقعاء. نعم، الإقعاء، وهذا مستحب أيضا أن يفعله أحيانا، وذلك بأن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض كما نشاهد في هذه الصورة. هنا وضع أطراف الأصابع للقدمين على الأرض، ووضع مؤخرته على عقبي قدميه، ويضع الركبتين على الأرض. هذا صفة مستحبة، وتسمى هذه الصفة صفة الإقعاء. الصفة الأولى تسمى صفة الافتراش، أما هذه فتسمى صفة الإقعاء، وهي سنة يفعلها المصلي أحيانا بين هذه وبين تلك. وهذه السنة وهذه الصفة جاءت في صحيح مسلم من حديث طاووس عن ابن عباس قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، يعني سألوه في الإقعاء على القدمين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، يعني أنه يشق عليه أن يجلس هذه الجلسة، فيه مشقة عليه. قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة. رواه الطبراني والبيهقي وصححه ابن حجر. طبعا إذا قلنا إن هذه الجلسة تسمى إقعاء، فهذه الجلسة المستحبة وهي الإقعاء غير صفة الإقعاء المنهي عنه التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة صفة مستحبة، أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه، هذه صفة الصفة المستحبة. يعني الإقعاء نقول إن الإقعاء صفتان: صفة مستحبة وصفة منهي عنها مكروهة. الصفة المستحبة كما ذكرنا وكما نشاهدها في هذه الصورة أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع مؤخرته على عقبيه، على عقبي قدميه. وهذا هو المروي عن العبادلة من الصحابة رضي الله عنهم. وأما الصفة الثانية المنهي عنها الإقعاء فهي كما نشاهد في هذه الصورة أن يضع أليتيه على ويديه على الأرض، فيمكن مقعدته من الأرض، وينصب قدميه. هذا منهي عنه، منهي عن هذه الصفة. نعم، ولكن طبعا إذا قلنا إن السنة أن يفرش، طبعا جاءت في صفة الإقعاء المنهي عنها كذلك أن ينصب الرجلين، هذه أيضا منهي عنها وفسرت بصفة الإقعاء المنهي عنها. إذا قلنا إن المشروع والمستحب في الجلوس بين السجدتين الافتراش والإقعاء، وفسرنا صفة الافتراش وصفة الإقعاء، نقول كل ذلك سنة، فيخير المصلي بين أن يفعل هذا أو يفعل هذا. وإن كان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الافتراش، أكثر ما ورد في الأحاديث من صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام بين السجدتين هو الافتراش، فيكون الإنسان أكثر فعله في جلوسه بين السجدتين هو الافتراش اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن فعل ذلك أحيانا فهذا من السنة، وينوع الإنسان بين هذا وبين ذاك، والله أعلم. ما هو موضع اليدين في الجلسة بين السجدتين؟ اليدان في حال
الجلسة بين السردتين يشرع لهما أو لوضعهما صفتان. الصفة الأولى أن يبسط ذراعيه على فخذيه، فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى والذراع الأيسر على الفخذ اليسرى عند حد الركبة، كما جاء في حديث ابن عمر عند مسلم كما نشاهد في هذه الصورة. الصفة الثانية أن يضع اليد اليمنى على الركبة ويضع اليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها، كما في حديث ابن عمر أيضا عند مسلم. هذه الصفة الثانية، أن يضع اليد اليمنى كما نشاهد الآن هنا، وضع اليد اليمنى على الركبة ونشاهد الاعتماد على بيده اليسرى على ركبته كأنه قابض لركبته اليسرى، وهذا أيضا جاء في حديث عمر في صحيح مسلم، وجاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال لما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، يعني يكون حد المرفق الأيمن عند مفصل الفخذ ويكون نهاية الأصابع من جهة الركبة على الفخذ الأيمن، هذا هو ما يتعلق باليمنى. قال: ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيسر، قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسببة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى، كما في حديث أبي داود والنسائي كما شاهدنا قبل قليل في هذه الصورة. نعم. وجاء أيضا في حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، رواه مسلم. طبعا هذه الجلسة جاءت في التشهد وجاء أيضا في الجلسة بين السردتين. نعم. جميل. وصلنا الآن إلى جلسة الاستراحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم تفضل. نعم. طبعا بعد ذلك إذا انتهينا الآن من أحكام الجلسة بين السردتين وصفتها وما يقول فيها، نعم، قلنا الصفة الواجبة أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يشرع له أن يزيد على ذلك فيقول رب اغفر لي وارحمني ودني وجبرني وعافني وارزقني، ويقول هذا ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا من المواضع التي يشرع فيها أن يقول ما تيسر من الأدعية، فهذا من مواضع الأدعية في الصلاة. إذن الواجب رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر ذلك ما شاء ويدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يستحب له أن يقول رب اغفر لي وارحمني وهدني واجبرني وعافني وارزقني، وكذلك أن يدعو بما شاء وحب من خير الدنيا والآخرة، ثم يسجد السجدة الثانية فيفعل فيها كما فعل في إيش؟ في السجدة الأولى. نعم. ثم نأتي الآن إلى حكم جلسة الاستراحة في الصلاة إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية. جلسة الاستراحة موضعها عند القيام من السجدة الثانية للركعة الثانية وللركعة إيش؟ الثالثة. جلسة الاستراحة تكون من القيام من السجدة الثانية للركعة الثانية وأيضا من القيام من السجدة الثانية للركعة الثالثة، يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. نعم. وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلم، يعني قيل قال بعضهم يعني على ثلاثة أقوال، قيل لا يجلس مطلقا، وقيل يجلس مطلقا، وقيل وهو قول الجمهور أنه يجلس إذا احتاج لذلك، فجلسة الاستراحة لا تسن إلا إذا كان محتاجا إليها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وقول الشافعية، وقواه ابن القيم رحمه الله أن جلسة الاستراحة في الصلاة لا تشرع إلا أو لا تكون مسنونة إلا في حق من احتاج إليها، لحديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالركوع والسجود فإني قد بدنت، يعني كثر لحمه عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه ابن تيمية،
ثم إن أكثر الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة يعني عند تأملها ودراستها وجمع طرقها ليس فيها ذكر شيء من جلسة الاستراحة، ولو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يقوي أنه إنما فعلها عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ورد ذكر جلسة الاستراحة أنه فعلها للحاجة. وأشهر الأحاديث التي ورد فيها ذكر جلسة الاستراحة هو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي روى جلسة الاستراحة. ثم إن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتجهز في غزوة تبوك. غزوة تبوك وقعت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد كبر عليه الصلاة والسلام وبدا عليه الضعف. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وسأل عبد الله بن شقيق: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. وقالت حفصة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا. يعني سبحان المقصود بسبحته يعني صلاة النافلة. وفي رواية: بعام واحد أو اثنين. كل هذه الروايات جاءت في صحيح مسلم ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن حويرث ذكر الاعتماد على الأرض والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، مما يقوي أن فعله عليه الصلاة والسلام لجلسة الاستراحة، وقد جاءت في مالك في حديث مالك بن الحويرث وقد قدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وقد كبر عليه الصلاة والسلام وبدًا، وكان أكثر صلاته في صلاة النوافل أن يصليها وهو جالس. كل ذلك مما يقوي على أنه إنما فعلها لأجل الحاجة، والله تعالى أعلم. لكن من رأى مشروعيتها وهو مذهب أكثر أهل الحديث الذين قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة مطلقا، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، سنتحدث عن التشهد والجلوس له والصلاة الإبراهيمية والإشارة والدعاء قبل السلام. أولا يا شيخ، حكم التشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي، نبدأ بالنقطة يعني نقطة قبل هذا. طبعا نحن إذا تكلمنا عن جلسة الاستراحة ثم بعد ذلك يشرع له أن يقوم فيأتي بالركعة الثانية المصلي، نعم، فيفعل فيها كما فعل في إيش في الركعة الأولى، إلا أنه إيش لا يشرع له أن يقول دعاء الاستفتاح، فلا يشرع له أن لأن دعاء الاستفتاح إنما يقال متى؟ في بداية الصلاة فقط، نعم، في الركعة الأولى. وكذلك التعوذ اختلف هل يتعوذ أو لا يتعوذ، والأقرب الله أعلم أيضا أنه لا يعيد التعوذ وإنما يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة وهكذا. ثم في جميع ما يتعلق بالركعة الثانية يفعل فيها كما فعل في الأولى تماما كما ذكرنا سابقا، نعم. فإذا انتهى من الركعة الثانية نأتي كما تفضلتم الآن إلى إيش؟ إلى التشهد. نعم. نعم. إلى التشهد الأول، نعم. ممتاز، فنأتي الآن نتكلم عن أحكام التشهد الأول. نعم، حكم التشهد الأول والجلوس له. التشهد الأول والجلوس له واجب من واجبات الصلاة، ليس ركنا وإنما واجب. والفقهاء رحمه الله يفرقون بين الواجب وبين الركن، فيقولون إن الركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به ولا يسقط عن المصلي لا سهوا ولا عمدا. وأما الواجب فيقولون إن صلاة المصلي تصح بدونه إذا تركه سهوا وهو واجب مع الذكر ويسقط مع النسيان. الشاهد أن التشهد الأول والجلوس له عندنا واجبان. إذن الواجب الأول التشهد الأول، القول الذي يقال في التشهد. الجلوس له أيضا هو واجب ثاني للتشهد، ويدل على أنه واجب وليس بركن حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، وهذا الحديث في الصحيحين. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول سهوا ثم جبره بسجود السهو، فدل ذلك على أنه واجب من واجبات الصلاة، إذ لو كان له غير واجب لما جبره بسجود إيش السهو، ولو كان ركنا لما صحت الصلاة بدون الإتيان به، فدل ذلك على أنه واجب من واجبات الصلاة التشهد والجلوس له على حد
سواء. وجاء أيضا في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته، وقال فيه: فإذا قال له عليه الصلاة والسلام: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود والطبراني. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود قول عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، متفق عليه. فهذا قوله فليقل، هذا أمر، والأمر يدل على أنه للوجوب. نعم. ننتقل إلى صيغ التشهد، ما هي صيغ التشهد الواردة؟ التشهد الأول في الحقيقة وردت فيه عدة صيغ، ونلحظ في حديثنا عن صفة الصلاة أنه وردت عدة صيغ في الاستفتاحات، في الركوع، في ما يقال في الركوع فيما يستحب، وكذلك ما يقال في الركوع مما يجب، وكذلك حتى في الركوع مما يستجب مما يجب، في قول سبحان ربي العظيم ورد أيضا سبحان ربي العظيم وبحمدي، بزيارة حمد بحمدي، وهي صحيحة، فلو زادها المصلي فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا في صفة رفع اليدين في الأربعة مواضع التي مرت معنا في الحلقة الأولى من حلقات صفة الصلاة، إلى منكبيه وحذو أذنيه أطراف أذنيه، وكذلك ما يتعلق بما يقال في التحميد: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكذلك في السجود وما يقال إلى آخره، كل ذلك يدل على أن الأمر في ذلك سعى بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المستحب للمصلي أن يأتي بهذه الصفات بما تيسر منها، لأن ذلك أدعى لحضور القلب أولا، ثانيا لأنه في اتباع للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كله، فمن السنة أن يأتي بها كلها. ثالثا أيضا من فوائد ذلك أنه فيه إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا التشهدات. التشهد الأول وردت فيه عدة صفات عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلي أقتصر على صفة أو صفتين فقط، وهي صفات كثيرة وردت في الصحيحين وفي غيرها من السنن والمسانيد، وهي مذكورة في مواضعها. فبأي صفة جاء بها المصلي أجزأه ذلك. ومن أشهر الصفات التي وردت في التشهد الأول قول ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، متفق عليه. فهذه من أشهر الصفات التي وردت في التشهد الأول. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: التحيات المباركات، هذا فيها زيادة المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تلك فيها عبده ورسوله، هذه فيها رسول الله، تلك ليس فيها المباركات، هنا هذا الذكر فيه زيادة المباركات. وكما ذكرت يعني بأي صفة قال المصلي في تشهده بأي صفة مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أجزأه ذلك. في التشهد الأول هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأقرب والله أعلم، والأظهر في هذه المسألة أنه لا يزاد في التشهد الأول على مجرد قول الذكر الذي ذكرته قبل قليل: التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فقط يكتفي بهذا. وهذا مذهب جمهور العلم، فلا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وحكي الإجماع على ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكره للتشهد الأول في التشهد الأول، ولا علمه الأمة ولا علمه الصحابة ولا ينقله أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعله أو استحبه. فكل ذلك يدل على عدم مشروعية الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأول، ولأن التشهد الأول أيضا قالوا مبني على التخفيف وليس على الإطالة،
فالمشروع في التشهد الأول أن يكون على سبيل التخفيف، ولذلك جاء في عن أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني كأنه على شيء حار، فيقوم سريعا ولا يطيل جلوسه في التشهد الأول. نعم. ما حكم الإصرار بالتشهد؟ من السنة إخفاء التشهد وعدم الجهر به، فلا يشرع للمصلي أن يجهر بتشهده، بل إن السنة أن يخفي تشهده وأن يترك الجهر به، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ننتقل إلى التشهد الأخير، ما حكم التشهد الأخير؟ التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله الصلوات الطيبات، فذكر الحديث متفق عليه، وهذا ذكره إلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فدل على أن التشهد فرض لابد. طبعا التشهد الأخير قلنا إنه فرض وركن من أركان الصلاة، بخلاف التشهد الأول فإنه إيش؟ قلنا إنه واجب من واجبات الصلاة، أما التشهد الأخير فإنه ركن من أركان الصلاة، وهو أن يقول التحية لله إلى أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، سيأتينا بإذن الله حكم الصلاة الإبراهيمية بعد ذلك. نعم. ما حكم الجلوس للتشهد الأخير؟ أيضا الجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم، متفق عليه. فكما أن التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، فكذلك التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة والجلوس له أيضا ركن من أركان الصلاة. ننتقل إلى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، يعني ما حكم الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه السلام كما يسميها الفقهاء بعد التشهد، في التشهد الأخير بعد ذكر التشهد الأخير. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم، وقال أكثر أهل العلم على أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير سنة وليست بواجبة، والأظهر والله أعلم أنها لازمة ولا بد منها وليست مجرد سنة فقط، فلا تسقط عمدا ولا سهوا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنها ركن لا بد من الاتيان بها فهي فرض، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، وهذا الحديث متفق عليه. ومثل أيضا قريبا منه حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، أمرنا، هذا دليل على أنه إيش؟ ليس مجرد سنة، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، وفي رواية عند أحمد وغيره فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك. يقول سأله يعني أنه يدل على هذه الرواية تدل على أن المقصود بالسؤال هنا في داخل الصلاة، الصلاة على النبي عليه السلام داخل الصلاة وليس خارجها، قال فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فذكر الحديث. فهذا الحديث وغيره أيضا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه في حال الصلاة،
والأمر يقتضي الوجوب لأنه قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود للمواصلة، فابقوا معنا. أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم ونواصل حديثنا. ننتقل إلى مسألة يا شيخ، هي كيفية الجلوس في الصلوات ذات التشهدين. نعم، يعني سواء ذات التشهد أو التشهدين. أولا نتكلم عن حكم أو كيفية الجلوس في الصلوات التي فيها تشهدان. نعم، يسن في الصلوات التي فيها تشهدان، تشهد أول وتشهد ثاني، يسن الافتراش في جلسة التشهد الأول. ومرت معنا صفة الافتراش، أن يفرش رجله اليسرى ويمكن مقعدته فيجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا الافتراش. نعم، في التشهد الأول. أما في التشهد الثاني فيشرع فيه التورك، التورك في التشهد الثاني، وهذا في جميع الصلوات ذوات التشهدين، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة واختيار ابن القيم لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. فهنا فرق، يقول هنا في هذا الحديث الشاهد من قال: فإذا جلس في الركعتين، يعني في التشهد الأول، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذه صفة إيش؟ قلنا صفة الافتراش كما نشاهد في هذه الصورة. نعم. قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة يعني التشهد الثاني، قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهو صفة إحدى صفات التورك، وكما نشاهد في هذه الصورة. فهنا تورك عليه الصلاة والسلام، فرش رجله اليسرى وجلس وجعل مقعدته على الأرض ونصب رجله اليمنى. وجاء في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، وهذا الحديث رواه مسلم. وجاء في حديث أبي داود بلفظ تحت بدل بين، ورجح الشيخ بكر بن زيد رحمه الله في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة أن المقصود تحت وليس بين، لأن مخرج الحديثين عند أبي داود ومسلم مخرجهما واحد، فهذا لابد أن يكون اللفظ واحد ولا يمكن أن يكون لفظين.
فرجح أن يكون معنى بين بمعنى تحت، فتكون القدم يعني اليسرى، اليسرى تحت تحت ساقه اليسرى وفخذه اليسرى تحت هكذا يعني كما نشاهد في هذه الصورة. نعم. ننتقل إلى صفة الافتراش والتورق. الافتراش مرت معنا وذكرناها أكثر من مرة، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويقعد على رجله اليسرى. أما التورق فله ثلاث صفات وردت بها السنة. الصفة الأولى أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض. نعم. وتكون الرجل اليمنى منصوبة، وهذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي السابق في صحيح البخاري كما شاهدنا قبل قليل في الصورة. هذه الصفة الأولى وشاهدناها قبل قليل هذه الصورة. الصفة الثانية وهي أن يفرش القدمين جميعا. نعم. يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن، ويخرج القدمين اليمنى واليسرى ويجلس على مقعدته ويخرجهما من الجهة اليمنى كما نشاهد في هذه الصورة. كما نشاهد في هذه الصورة هذه الصفة الثانية للتورك لحديث أبي حميد الساعدي أيضا عند أبي داود وابن حبان وصححه الألباني. الصفة الثالثة وهي أن يفرش رجله اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذه وساق الرجل اليمنى، بين فخذ وساق الرجل اليمنى، وهذا جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ولكن كما ذكرت هذه الصفة يعني جعلها بعضهم كالصفة الأولى وفسر معنى بين في الحديث بمعنى تحت لرواية أبي داود كما ذكرت قبل قليل. الله أعلم. ما هي كيفية الجلوس في الصلوات ذات التشهد الواحد؟ إذا كان الإنسان يصلي صلاة ذات تشهد واحد مثل صلاة إيش الفجر، نعم، مثل سنة الفجر القبلية، صلاة الوتر، صلاة الضحى، سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب والعشاء البعدية، إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد فقط كيف يجلس؟ نقول يسن الافتراش ولا يشرع التورك، بل يجلس مفترشا كما نشاهد في هذه الصورة، يفرش رجله اليسرى ويجعل مقعدته على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرج رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وجاء أيضا في حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي عند البخاري ما يدل على هذه الصفة. ننتقل يا شيخ إلى مسألة من المسائل المهمة وهي الإشارة بالسبابة وتحريكها وموضع النظر في التشهد. الإشارة بالسبابة في التشهد يسن الإشارة بالسبابة في التشهدين الأول والثاني، ولعلي أنا أرجع كذلك أيضا إلى الجلسة بين السجدتين أنه أيضا يشرع له أن يشير على القول الأظهر والله أعلم، وإن لم يشر فلا بأس، لكن ورد كما ذكرت قبل قليل في حديث أبو حميد السعيد ما يدل على أنه أيضا يشير بالسبابة في الجلسة بين السجدتين، وكذلك يشير كما ذكرت في هذا الموضع في التشهد الأول والتشهد الثاني. وقد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام هكذا والوسطى ورفع التي تليها هكذا يدعو بها في التشهد، رواه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني. فإذا قبض الخنصر والبنصر هذا لم يأتي في الحديث، لكن قال حلق الإبهام والوسطى وأشار بالتي تليها يعني بالسبابة كما شاهدنا في هذه الصورة. وجاء في حديث وائل بن حجر أيضا رضي الله عنه وفي قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض ثنتين، قبض ثنتين يعني الخنصر والبنصر. قال وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر يعني ابن المفضل أحد رواة الحديث الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وجاء أيضا في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، رواه مسلم. إذن كل هذه الحديث تدل على أنه يشرع رفع السبابة، الإشارة بالسبابة، سبابة اليمنى في حال التشهدين الأول والثاني. نعم. جميل. بالنسبة لي تحريك السبابة في التشهد
هذه مسألة يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشرع أن يحرك السبابة أو لا يحركها، على اختلاف أهل العلماء رحمه الله في صحة الحديث الوارد في ذلك، والأقرب الله أعلم أنه يشرع أن يحرك السبابة في التشهد، خلافا لمن ذهب وهو الأكثر إلى عدم مشروعية تحريكها حال الإشارة في التشهدين. والأقرب الله أعلم أنه يشرع له أن يحركها في حال الدعاء فقط في التشهدين، لحديث يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إلهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، رواه أحمد والبزار بسند حسن. فالأقرب الله أعلم الأظهر أنه يحركها هكذا كما نشاهد، يحركها يعني خفضا ورفعا هكذا، هذا هو السنة، يحركها هكذا ويحركها في حال الدعاء، يعني إذا جاء يدعو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره. وكذلك أيضا يدعو بها إذا قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال كما سيأتينا، أو دعا بما شاء، يحركه حينئذ. أما في التشهد الأول حينما يقول التحية لله والصلاة الطيبات، هذا ما في دعاء، فيشير ولا 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 يحرك. هذا هو السنة في هذا الموضوع، والله أعلم. ماذا يسن لي المصلي بالنسبة لموضع النظر له حال التشهد؟ يستحب للمصلي أن ينظر حال تشهده إلى سببته، في حال إلى سببته، كما شاهدنا ونشاهد الآن في هذه الصورة أن هذا المصلي يشاهد وينظر إلى سببته، هذا هو السنة في حال التشهد سواء الأول أو الثاني. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، يعني لا، بصره لا يزيغ عن نظر إلى السبابة، رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. نعم. ما هو موضع اليدين في التشهد؟ موضع اليدين في التشهد كما مر معنا في الجلسة بين السجدتين، كذلك أيضا هنا يتشرع له صفتان لوضع اليدين حال التشهدين، حال التشهد، هما الصفة الأولى أن يضع يديه على فخذيه، فيضع الذراع الأيمن على الفخذ الأيمن والذراع الأيسر على الفخذ الأيسر، ويكون حد مرفق الأيمن على بداية الفخذ الأيمن، وكذلك الأيسر حد المرفق على الحد الفخذ الأيسر، ويكون طرف اليدين على عند نهاية الفخذ عند حد الركبة، أو تكون اليدان على الركبة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يضع اليد اليمنى على ركبته اليمنى، ويلقم اليسرى ركبته اليسرى كأنه قابض لها. فإذن هنا هاتان صفتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال وضع اليدين. نحن نتكلم عن الأصابع الآن، نتكلم فقط عن وضع اليدين، أما الأصابع يأتي الكلام عنها. هذه الصفة الثانية كما نشاهد هذه الصورة، وضع يده اليمنى على فخذه الأيمن وجعل الكف على الركبة اليمنى، أما اليسرى فألقم كفه للركبة كما نشاهد في هذه الصورة، واعتمد عليه كأنه معتمدا عليه، ولذلك كأنه يعني رفع يده اليسرى معتمدا على ركبته اليسرى. هذه الصفة الثانية. والصفة الأولى ذكرتها قبل قليل ومرت معنا صورته، ودل على هاتين الصفتين حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام ويدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها على يده، رواه مسلم. وجاء في حديث وائل بن حجر السابق وفيه: ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن إلى آخره. نعم. ننتقل إلى صفة وضع الأصابع في حال التشهد. نعم. إذن ما سبق كان حديثنا عن ماذا قبل قليل؟ عن إيش؟ وضع إيش؟ اليدين. وضع اليدين، أحسنتم، وضع اليدين في حال التشهد. الآن سوف نتكلم عن وضع الأصابع. نعم. كيف يضع أصابعه في حال التشهد؟ ما سبق هو وضع اليدين على الفخذين، أين يضعهما وكيفية وضعهما وكيفية وضعهما، وذكرته له لذلك صفتين. الآن نتكلم عن
صفة وضع الأصابع حال التشهد. أما اليد اليسرى فتكون الأصابع مبسوطة على مضمومة ممدودة، فتكون ممدودة هكذا مدا، ليست مقوسة وليست مضمومة وإنما ممدودة، ومقبوضة الأصابع ليست مفرجة الأصابع، تكون مضمومة هكذا. إذا مضمومة وممدودة مدا، هذا هو السنة، تكون ممدودة هكذا، تكون الأصابع ممدودة ومقبوضة، هذه اليد اليسرى، وتكون على الفخذ الأيسر أو تكون ملقمة على الركبة اليسرى. أما اليد اليمنى فيشرع فيها في أصابعها صفة، الصفة الأولى أن يقبض من الأصابع يده من أصابع يده اليمنى الخنصر، هذا الخنصر، والبنصر، هذا البنصر الثاني، ويقبض أيضا الوسطى، الوسطى الأصبع الأوسط، ويجعل الإبهام على الوسطى هكذا، يجعله هكذا ويشير بالسبابة. إذن هذه هي الصفة الأولى كما نشاهد في هذه الصورة، قبض الخنصر والبنصر والوسطى ووضع الإبهام على الوسطى وأشار بالسبابة، هذه هي الصفة الأولى كما تشاهدون هكذا. نعم، هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقبض من أصابع الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام بالوسطى مع الإبهام هكذا، يحلق هكذا ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة كما نشاهد في هذه الصورة أيضا. ويدل على الصفة الأولى حديث ابن عمر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، ويدل الصفة الثانية حديث وائل بن حجر الذي ذكرته قبل قليل. نعم، جميل. ننتقل إلى الدعاء قبل السلام، هل هو مستحب؟ نعم، طبعا احنا الآن انتهينا من صفة التشهد الأول والثاني وأحكام وضع اليدين والأصابع وماذا يقول من الواجبات وماذا يقول من صفة التشهد الأول وصفة التشهد الثاني. نأتي الكلام عن الآن ما بعد التشهد، ما بعد التشهد الثاني أو التشهد الأخير يستحب له أن يدعو بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل السلام، فيستحب له أن يدعو مطلقا. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية لله إلى آخره، ثم قال، ثم لما ذكر التشهد الأخير قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، متفق عليه. ومن الأدعية طبعا المتأكد في هذا أن يستعيذ بالله عز وجل من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله عز وجل منها، وقال بعض العلم إنها واجبة، وذهب أكثر العلم إلى أنها سنة مؤكدة لا ينبغي ترك الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع. ومن الأدعية الصحيحة المأثورة بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنبا إلا أنت، واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا جاء في الصحيحين. وجاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. جاء في صحيح مسلم. فكل ذلك، أو إذا دعا بما شاء من خير الدنيا والآخرة، فكل ذلك جائز. وقد جاء في حديث أبي حميد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم. تحدثنا عن حكم الاستعاذة من الأربع في التشهد، ننتقل إلى التسليمتان. نعم. أولا حكم التسليمة الأولى، والذين عفوا في هذه المسألة والذين قالوا بوجوب التعوذ بالله عز وجل من الأربع: نعم، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. قال هذا، فقالوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وإن كان جمهور العلم يرون أنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. نعم. ننتقل إلى التسليمتان، حكم التسليمة الأولى. نعم، إذا دعا الآن المصلي في بعد التشهد الأخير يأتي الآن إلى التسليم، آخر صلاته التسليم، يشرع له أن يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. حكم التسليمة الأولى، طبعا في خلاف العلم هناك تفريق بين التسليمة الأولى وبين التسليمة الثانية. أما التسليمة الأولى فهي فرض وركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تنقض صلاة المرء إلا بأن يأتي بالتسليمة الأولى، فلا يخرج من صلاته إلا بها. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وقول جماهير أهل العلم. وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا قول عليه الصلاة والسلام: افتحوا الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها
التسليم، فلا يحل من صلاته ولا يخرج من صلاته إلا بالتسليم. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه النووي وابن حجر. هذا ما يتعلق بالتسليمة الأولى. نعم، ننتقل لحكم التسليمة الثانية. التسليمة الثانية وقع خلاف بين أهل العلم في حكمها، قيل إنها سنة مستحبة، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهذا قول قوي لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل، وفيه قالت: ثم يسلم تسليمة السلام عليكم يرفع بها صوته، ولم تذكر إلا تسليمة واحدة. ولذلك ذهب هؤلاء إلى أنها سنة وليست بواجبة. والقول الثاني أنها فرض لازم كالتسليمة الأولى، وهذا المذهب عند الحنابلة. لحديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، وهذا الحديث رواه مسلم. لكن هذا يحمل على الاستحباب، لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه سلم تسليمة واحدة في قيام الليل، وما ثبت في الفرض ثبت، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما إلا بدليل، وما ثبت أيضا في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. فدل ذلك على أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة أو ليست بركن، والله أعلم. الالتفات في التسليم يا شيخ. نعم، الالتفات هذه من الأشياء المستحبة في التسليم، أن يلتفت عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى يعني صفحة وجهه، هذا هو مستحب، حتى يرى خده كما نرى في هذه الصورة. وهذا مذهب جمهور العلم. لحديث عبد الله بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، رواه الخمسة إلا الترمذي. وجاء في حديث عامر بن سعد عن أبي قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، رواه مسلم. نعم. ما هي صيغة التسليم؟ التسليم وردت فيه عدة صيغ، منها أن يقول عن يمينه وشماله، وهذا أكثر ما ورد: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لحديث عبد الله بن سعود السابق، وهذا هو الأفضل. ولو قال في التسليم السلام عليكم فقط السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله أجزأه ذلك، لأنه ورد في ذلك في حديث جابر بن رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. ولو زاد أيضا في صفة التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأولى السلام عليكم ورحمة الله، زاد ذلك، لا بأس بذلك، مع أنها في خلاف بين أهل العلم، لكن ورد في ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود. وعلى ذلك فصيغ التسليم وردت أربع: أولا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره، ثانيا أن يقول أن يزيد وبركاته في التسليم الأولى أيضا، والثاني لحديث وائل بن حجر، ثالثا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره السلام عليكم، رابعا أن يقول السلام عليكم عن يمينه ويقول عن يساره السلام عليكم، هذه جاءت في حديث عمر، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى الطمأنينة في الصلاة، ما حكمها وما معناها؟ الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يطمئن الإنسان في صلاته، فيستشعر في ركوعه أنه يخضع لله، وفي سجوده أنه يذل لله عز وجل. وإذا كنا نتكلم يعني أيها الإخوة الكرام في صفة الصلاة، فيجب أننا نعلم ونستشعر أننا لا نؤدي مجرد فقط تمارين رياضية ولا حركات قياما وقياما وركوعا وسجودا، فقط مجرد حركات لا روح لها ولا استشعار فيها. فالواجب على المصلي إذا ركع أن يركع قلبه ويركع عقله ويركع شعوره، وإذا سجد يسجد قلبه قبل أن تسجد جوارحه. نعم. هذا هو الواجب في الحقيقة علينا ونحن نصلي هذه الصلاة. والطمأنينة غير الخشوع، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. ومعنى الطمأنينة التأني، بحيث يستقر كل فقار، كل عضو من أعضاء الإنسان في مفصله حتى يأتي بالذكر المشروع في هذا الموضع. فإن أسرع في الصلاة على وجه لا طمأنينة فيها فإن صلاته باطلة، كما في حديث المصلي صلاته، وقد مر معنا كثيرا أنه لما جاء صلى سريعا ولم يعني يتأنى في صلاته، فقال عليه الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وجاء في حديث أبي هريرة
علمه عليه الصلاة والسلام حديث المصلي صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن. هذا دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال: ثم اركع حتى تطمئن ركعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فذكر له الطمأنينة، فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولذلك جاء في حديث أيضا زهد زيد بن وهب الجهني قال: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع ولا السجود. هذا للأسف يجد يحصل بعض الناس أنه ينقر الصلاة نقرا في حال ركوعه وسجوده، وكأنه في سباق، وكأنه في ماراثون سباق في صلاته. هذا لا يجوز ولا يصح. والإنسان ربما يصلي سنة وعشر سنين وخمسين سنة وثلاثين سنة وهو لا يحسن، لا يقيم ركوعه ولا سجوده ولا يتم ولا أركان الصلاة ولا يطمئن فيها، فلا تصح له صلاته أبدا والعياذ بالله. رأى حذيفة رضي الله عنه رجل لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت بت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. رواه البخاري. نعم، ننتقل إلى الخشوع في الصلاة. نعم، الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة، وهذا باتفاق العلماء، لأن الخشوع حقيقة شيء زائد عن الأركان وعن الطمأنينة، وقد يسهو الإنسان وقد يأتي الإنسان يعني بعض الوساوس، فهو سنة وليس بواجب عند جماهير أهل العلم، بل عند المذاهب الأربعة وحكي الإجماع على ذلك. ونختم بالترتيب. نعم، ومما يدل على أن الخشوع سنة يعني نكملها. نعم، فقط. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس، الله المستعان، واحد يجيه السواليف ويجيه وساوس الشيطان، وربما يفكر في وظيفته ولا تجارته ولا أهله ولا ضيفانة إلى آخر ذلك، فدل ذلك على أن ذلك غير مؤاخذ به، فيكون ليس بواجب. الترتيب، ترتيب الأركان، صفة الصلاة ذكرناها من أول حلقة أيها الإخوة، الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذه في صفة الصلاة. يجب أن يرتب صفة الصلاة كما ذكرناها وكما هي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالترتيب، ترتيب أركان الصلاة كما وردت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فرض من فروض الصلاة وركن ركين من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء صلاة أنه عليه السلام علمه الصلاة ثم قال له: ثم، وثم تدل على الترتيب، فلا بد أن يأتي بالأركان مرتبة، وهذا أجمع عليه أهل العلم، وقد جاءت السنة متواترة عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في ترتيب صفة الصلاة مرتبة، ولم يأتي في دليل واحد أنه قدم سجود على ركوع أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب وحسن متابعتكم. في حلقة اليوم اختتمنا الحديث عن الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات شاهدة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لإقامة الصلاة على أكمل وجه. نلقاكم في حلقات قادمة، وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونياتي، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.